عايز أبدأ حديثي معاكم بموضوع أحمد فتوح. في مثل هذه الأمور يا جماعة، الأمور الخاصة بالقضايا، دايماً وأبداً ما بحبش أكون رد فعلي. يعني أصدرت محكمة جنايات مطروح منذ ساعات قرارها بإخلاء سبيل أحمد فتوح وتأجيل الجلسة للمحاكمة في 22 أكتوبر القادم. الاجتهادات في القانون بتبقى شيء مزعج، ودايما وابدا هناك قاعده فقهيه بتقول لك لا اجتهاد مع النص. من الطبيعي جدا ان الناس تقول لك لو هو مش مشهور ما كانش حد يتكلم معاه، ده شيء طبيعي. ربنا سبحانه وتعالى رفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما اتاكم، يعني الابتلاء بمقدار ما ينعم عليك الله من شهرة، من مال، من سلطان، من جاه. فطبيعي جدا، لأن الناس بالأمس يعني كان هناك ضجة على السوشيال ميديا ولا حديث إلا عن أحمد فتوح ولا كلام إلا عن إخلاء سبيل أحمد فتوح. وبعض الناس قعدت تأول يمينا ويسارا انه تم اخلاء سبيله ازاي، وناس تاني يقول لك ده امر طبيعي. وللي بيتكلم في موضوع اخلاء السبيل فاهم قانون، ولا اللي بيتكلم ليه ما استكملش حبسه فاهم قانون، لان القاضي الجليل هو عنوان للعدالة، وقضاؤنا الشامخ لا يتأثر لا باعلام ولا بسوشيال ميديا، وليس لديه الا ان يحكم بحكم الله في الارض ومن خلال مستندات ومن خلال أوراق ومن خلال قبل ده كله ضميره اليقظ اللي هو يعني بيحمل على كتفيه من خلال هذا الضمير نشر العدالة على الأمة في كل أنحاء وربوع مصر، وقضاءنا عبر التاريخ مشهود له بذلك. ففي مثل هذه الأمور بروح متراجع خطوتين علشان خاطر أقدر أذاكر وأجيب معلومات وأقدر أطلع أتكلم معاكم بشكل موضوعي وشكل محترم. يعني إيه إخلاء سبيل أحمد فتوح؟ أولا يمكن أنا كنت حريص أن أحصل على كل أوراق القضية، وكثير من المحامين اتصلوا بي وطلبوا بعض الاستعانة بأوراق القضية، وبعت للبعض، ودين بقول على الهوى لو في أي حد محتاج أي حاجة من أوراق القضية وأرسل لي أبعتها له، لأن ده يعني شيء متاح لي. أولا أنتم تعلمون جيدا أن بفضل الله عز وجل المعلومات بتبقى محتاجة لجهد كبير جدا عشان تجيب معلومات صحيحة دون أن تلتفت لسخائف الأمور أو لفسافيس البشر. وتعلمون جيدا أني أنا من الأول وأنا على مسافة عادلة في موضوع فتوح، وأعلنت أني أنا لست متعاطف مع ما فعله فتوح، ولكن أتمنى ربنا سبحانه وتعالى يزيل كربه ويزيل همه. ولكن تعاطفي الأول ومساندتي هي لأسرة الشهيد الشبكي، ومساندا لهم بكل قوة، وموقفي لم يتغير حتى الآن. فعشان كده الكلمة اللي بقولها يعني ليس فيها مزايدة، لنا عزايد على أسرة الشهيد ولا عزايد على فتوح، ولا عندي يعني استعداد إن أنا يعني أخالف ضميري في هذا الأمر، فأموري واضحة. ما فوجئت به وما رضيتش أقوله قبل القضية إن كل ما ذكر، عشان بس الناس ما تقول لك بيستبق الأحداث ولا بيغير رأيه، آدي القضية برمتها، قضية أحمد فتوح هي كاملة برمتها بأقوال الشهود بكل تفاصيلها من الألف إلى الياء كلها بالكامل هي قدامكم. ليس في هذا الكم الكبير من الأوراق في القضية
أي شيء يفيد أن أحمد فتوح كان معه مخدرات في العربية، ودي المفاجأة. وعلى كل بني آدم طلع قال إن كان في حيازة أحمد فتوح جوهر الحشيش أن يعتذر. ده أول شيء. أنا لو قلت الكلام ده قبل القضية أعتبره ربما يكون تأثيرا على الرأي العام. يبقى ده نقطة مهمة جدا، وربما كانت فيصلية في موضوع إخلاء السبيل. ليس هناك حيازة أي نوع من أنواع المخدرات كان لا في جيب أحمد فتوح ولا في عربية أحمد فتوح ولا في أي مكان في عربية أحمد فتوح، مفيش. ولكن هنا لما تيجي تروح للتحليل تلاقي، لما نروح كده للأوراق لأن ده مهم جدا، بس يا جماعة هتلاقي التحليل بيقول ايه؟ بيقول انه تم عمل تحليل لكل انواع المخدرات والمنشطات من خلال الجدول الذي جاء في الاوراق. كل التحاليل اللي اتعملت لجميع انواع المخدرات، على فكره بما فيها الهيروين والكوكايين، كل حاجه كانت سلبيه الا ظهور جوهر الحشيش في البول، وهو ما يعني التعاطي. وهنا تقف أمام القضية هنا، واخد بال حضرتك؟ ولذلك يعني بص، وأنا بقرأ المحضر، لمحضر الشرطة ذكر إن فتوح كان معاه مخدرات ولا حشيش، ولا أي حد في أقوال النيابة قال إن في مخدرات أو حشيش في حوزته. يعني بص حضرتك، في 14/8/2024 نحن عماد عبد السميع رئيس النيابة، أولا تقيد أوراق جناية وجنحة ومخالفة بالمواد 1 و2 و37/1 من القانون إلى آخره ضد أحمد محمد أبو الفتوح، لأنه في 11/8/2024 بدائرة قسم شرطة العالمين بمحافظة مرسى مطروح أحرز هذا المحضر، يعني اتكتب المحضر، بقصد التعاطي جوهر مخدر حشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونا على النحو الثابت بالتحقيقات. قاد المركبة الآلية الرقمية ألف فه جيم 9569 تحت تأثير مخدر الحشيش موضوع الاتهام الأول، ونتج عن ذلك وفاة المتوفى المجني عليه السيد أحمد السيد الشبكي على النحو الثابت بالتحقيقات. تسبب خطأ في وفاة المجني عليه السيد أحمد الشبكي، وكان ذلك ناشئا عن إهماله ورعونته وعدم مراعاته للقوانين واللوائح المقررة حال كونه متعاطيا للمخدرات أو للمواد المخدرة محل الاتهام اللي هي جوهر الحشيش فقط لا غير، بأن قاد سيارته الرقمية ألف فه جيم 9569 بالطريق الساحلي بحالة ينجم عنها الخطر، مما أدى إلى الاصطدام بالمجني عليه محدثا إصابته الواردة بالتقرير الطبي الذي أودت إلى وفاته على النحو الثابت بالتحقيقات. هو مستعمل للطرق، لم يراعي في مسلكه بذل أقصى عناية والتزام الحذر والحيطة اللازمين، معرضا حياة الغير للخطر، ونتج عن ذلك وفاة المجني عليه سالف الذكر على النحو الثابت بالتحقيقات. ثانيا، ترفع الأوراق رفقة قائمة بأدلة الإثبات للسيد المستشار المحامي العام لنيابة مرسى مطروح الكلية للتفضل من سيادته بالنظر، وتم الرفع في 14/8/2024. طيب
ادي حضرتك لان بس انا بجيب لك من الاخر، لان ده اول تحليل اتعمل لاحمد فتوح. ده اول تحليل، يبقى اذا المحضر كما هو ثابت تعاطي احمد فتوح لماده جوهر الحشيش، ولكن ما كانش في حيازته حشيش. اهو بص حضرتك، ده اول حاجه، ده يعني اول اللي هو مستيك في العالمين النموذجي قسم المعمل. تعالى بقى، وده اول مره يظهر، ده اللائحه العامه لكل حاجه اتعملت لفتوح. اهو ادهو، دي كل الانواع المخدرات والمنشطات اللي اتعملت لفتوح. بص يعني اتعمل له كل التحاليل، مورفين سلبي، هورين سلبي، استروكس سلبي، منشطات مغنيسيوم ومشتقاته سلبي، كوكايين سلبي، البنزدامين ده ولا مش عارف ايه، وكونزنانيم سلبي، برونزيبام سلبي، في حاجات كده بقراها على قد يعني، فمحدش يضحك، مش عارف، كولزابين سلبي، يوسبرون سلبي، مش عارف، كحول سلبي، كحول ميثيلي سلبي، كحول إيشيلي سلبي، سونيتال سلبي، كل ما هو في الجدول، أحماض سلبي، قلويات سلبي، كل ما هو غاز البوتاجاز، حتى غاز البوتاجاز تعمل له تحليل غاز بوتاجاز سلبي، دي مفاجأة يعني، أول أكسيد الكربون سلبي، سم الفار سلبي، اللي هو فوسفيد أسك، أحماض سلبي، يعني بص تخيل، يعني شوف اتعمل له تحليل سم فار، وتحليل غاز البوتاجاز، أو أي غازات أخرى، أو أول أكسيد الكربون، أو مركبات كربونية، أو مركبات كرمينية، أو مركبات فوسفورية، كله ده سلبي. واخد بال حضرتك؟ تعالى بقى الحاجة الوحيدة الإيجابية، بص الحشيش، نواتج أبيض، نواتج أيض الحشيش، أيض هو ليهم مسميات في القانون غير العامة، الحشيش نواتج أيض الحشيش إيجابي في البول، أدها أدها، بص شايف نواتج أهو، دي الوحيدة اللي أنت شايفها، دي الإيجابية في هذه الليستة اللي اتعملت بالكامل بالكامل، يبقى هو اذا متعاطي للحشيش. واخد بال حضرتك؟ وظهر في البول. طيب في مثل هذه الحالات، يعني النهارده لما تيجي الا طلبوا محامو احمد فتوح، طلبوا اخلاء سبيله واستدعاء الشاهد الرابع جمال عبد الرازق محمود عبد العال، 59 سنه، مدير مصلحة الطب الشرعي بالإسكندرية، ومسكنه معلوم لدى جهة عمله، وشهد بتعاطي المتهم جوهر الحشيش، وأن ناتج أيض الحشيش المبين بالتقرير هو نتيجة تناول جوهر الحشيش، وذلك لظهوره منفردا دون سمة عقاقير أو مستخلصات أخرى، وكذلك عدم تواجد سمة عقاقير طبية مصرح بتداولها بداخل القطر المصري، بتدرج في تكوينها جوهر الحشيش أو المادة الفعالة له، مقررا بكون متعاطي جوهر الحشيش المخدر يكون لديه اضراب في تحديد المسافة والزمن بشكل مخالف للشخص الطبيعي، وذلك بسبب حالة الانتشاء المتواجدة به.
كما تم استدعاء ده طلب برضه محامي فتوح الشاهد الخامس، وهو مين بقى؟ وهو هاني قباري محمد 53 سنة، ركز بس معايا، خبير كيمائي بمصلحة الطب الشرعي، مسكنه معلوم لدى جهة عمله. ده شهد قالي بقى، يبقى دول الشهادتين اللي شكك فيهم محامي فتوح. ده ايه بقى؟ شهد بإتمام واقعة إجراء التحاليل الأزمة اللي هي موضوع جوهر أو أيض الحشيش على العينات المرسلة إليه، وانتهاء تلك التحاليل إلى إيجابية العينات وتعاطي المتهم لجوهر الحشيش المخدر، مقرا اللي هو هاني قباري بعدم تواجد سمة أدوية أو عقاقير طبية، مصرح بتداولها بداخل القطر المصري تحوي جوهر الحشيش أو أي من مشتقاته، مضيفا بأن ناتج أيض الحشيش الظاهر بالنتيجة الخاصة بالعينة هو نتيجة تعاطي المتهم لجوهر المخدر الحشيش، وذلك لعدم ظهور سمة عقاقير أخرى بالعينة. رئيس النيابة من دقته وانت بتقرأ القضية في أسئلته للاتنين دول بالذات سأل يعني أسئلة مهمة جدا، اللي هي إمتى تقدر تحدد خد حشيش، وهل ممكن حاجة غير الحشيش تظهر في التحليل إنها حشيش ولا لا؟ دي كانت من أهم الأسئلة اللي سألها السيد رئيس النيابة أثناء التحقيقات، وكلاهما الرابع والخامس أكد أن الحشيش يظهر في البول منفردا، يعني ما فيش أي حاجة غير الحشيش، يعني الترامادول ما يطلعش في الحشيش، أي مادة مخدرة ما تظهرش إنها حشيش. أيض الحشيش كما ذكر في المحضر وفي أوراق القضية هو الوحيد الذي يظهر في البول صريح، وبناء عليه النهاردة المحامين بتوع فتوح طلبوا من المحكمة إخلاء سبيل فتوح بغرامة مالية وضمان محل إقامته بوصفه حد معروف ومشهور ولن يغادر. الحاجة التانية، واخد بال حضرتك، لن يغادر مصر ومكانه معروف، يعني مش هيهرب يعني، ولو طلع حتى ماتش هيبقى على ذمة ناديه، لأن ليس هناك قرار منع من السفر حتى الآن، بس الأمور تبقى واضحة. فهو النهاردة طلب ده، وطلب استدعاء الشاهد الرابع والشاهد الخامس مع إعطاء مهلة ولو حتى كلام ضمني للوصول إلى التصالح مع أسرة الشهيد أحمد الشبكي. فهنا رأى القاضي الجليل إن حبس فتوح أو وجوده على ذمة القضية يعني ليس ذا شيء مهم، ده من وجهة نظره طبقا للقانون، فأخلى سبيله ب50,000 جنيه غرامة كفالة، معذرة، 50,000 جنيه كفالة، مع استدعاء الشاهد الرابع والشاهد الخامس لسماع الأقوال.